هاي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من امبارح. دايما بتجينا اسئله نعمل ايه بوصفات، يعني وصفات جديده للفراخ، نعمل ايه حاجات نبقى مش متعودين عليها قوي، ما احنا زهقنا، شويناها وحمرناها وسلقناها وعملنا كل حاجه. دايما بحس انه اللي عايز يعمل وصفه جديده بالفراخ يروح ناحيه البلاد المختلفه، زي مثلا الهند عملت وصفات قوية جدا بالفراخ، والصين الأكل الصيني والتايلاندي والحتة دي الشرق آسيا برضو عملوا شوية حاجات، بس احنا كمصريين يعني ما حبيناش قوي الأكل المسكر، بس حبينا الأكل المشطشط. والأكلة المشطشطة اللي هنعملها النهاردة هي الفراخ التندوري، اوكي، تشيكن تندوري. تعالوا بقى اقول لكم المقادير ونشوف هنعملها ازاي، ومستنية تليفوناتكم على 0900-917-1710 من اي موبايل. محتاجين ايه عشان نعمل تشيكن تندوري اللي هي الفراخ اللي لونها احمر دي؟ محتاجين 6 وراك فراخ، يستحسن ننقيهم متوسطين او صغيرين، وممكن يبقوا بالعظم او ممكن يبقوا مخليين براحتكم. محتاجين كمان معلقه كبيره ثوم مفروم، 2 معلقه صغيره جنزبيل فرش مهروس، 2 فلفل احمر حراق، عصير ليمون، بشر 3 ليمونات، 2 علبة زبادي، 1/4 كوباية زيت لون أحمر، 2 معلقة كبيرة بهارات جرام مسالة، 2 معلقة كبيرة كركم، ومحتاجين كمان 2 معلقة كبار من الكمون، 2 معلقة كبار من البابريكا، والملح والفلفل. هو دايما الأكل الهندي كده، ألوانه كتير ومقاديره شوية بنحس إنها كتير، بس لو بصينا في دولاب المطبخ هتلاقي ان عندك حاجات كتيرة قوي ممكن تكوني ما بتستخدميهاش، حطيهم بقى كلهم على بعض واعملي تندوري، مفيش اسهل من كده. طيب لو انا مش عايزة اشتغل بوراك، عايزة اشتغل بفرخة كاملة مثلا، عندي فرخ اعمل ايه؟ ما عنديش اي مشكلة، ممكن نعملها بصدور فراخ، ممكن نعملها بالسترابس اللي هي الفلتوهات دي بتاعت الفراخ، او ايه تاني، الدرام ستيكس دي اللي هي الدبابيس. بس فالتتبيله تتحط على اي شكل من اشكال الفراخ. نلبس الجلوفز بقى عشان في الوان، عشان انا اخر مره استخدمت اللون الاحمر ده مش قادره اقول لكم. ايدي وهدومي، فخدوا بالكم. طب لو احنا ما عندناش لون او مش عايزين نستخدم اللون، مفيش مشكله، اللون ده شكل كشكل تقليدي للوصفه، لكن هو طبعا ملوش طعم، لكن هي شكل الوصفه دي كده. حتى لما بتطلبوها في المطاعم الهندي بتجيلكوا لونها احمر، وهم بيدخلوا اللون الاحمر في تفاصيل كتير جدا في المطاعم الهنديه، سواء على الرز اللي بتلاقوا رزايه صفراء ورزايه حمراء، بنحطه على بيحطوه على الفراخ المشويه بتاعتهم بكل الطرق، فهو موجود في المطبخ الهندي يعني. يلا بينا. الوراك بقى أو الفرخة الكاملة، عشان لما بنبقى شاريين الفراخ بالعظم أو الوراك بالعظم بيبقى لازم نعمل إيه؟ مبدئياً نكسرها، نكسر عظمها كده، أوكي؟ كده نفك كده العظم من اللحم ونسيب العظم زي ما هو. التفتيحات دي مهمة جداً، لو مش عايزين مفيش مشكلة، بس يستحسن، يعني هيبقى لطيف جداً لو إحنا عملنا التفتيحات دي في الفراخ كده. التتبيلة هتدخل والحركات كلها هتدخل وهتبقى لطيفة. كالعادة بقول لكم إن إحنا لازم واحنا بنتبل الفراخ اللي هتدخل الفرن نبقى منشفينها كويس جدا، ونكلم شهد واحنا بنشف الفراخ وبنعمل التتبيل. يا شهد، شكرا يا شهد، كلمينا تاني. انا منشفاها على قد ما اقدر، نحاول برضو ننشف على قد ما نقدر. غسلتي الفراخ، صفيها كويس قوي، وابتدي بعد كده تعاملي معاها بايه؟ بمناديل المطبخ كده، المهم ان هي تبقى ناشفه، ده هيفرق جدا في ان التتبيله تمسك وتدي طعم حلو. طيب نيجي بقى هنا ونحط الحاجات على بعض. محتاجه الثوم والجنزبيل. الثوم والجنزبيل يستحسن ان احنا نضربهم في الخلاط مع بعض، اوكي؟ يعني لما او حتى في الهون، بس الميكس بتاعهم كده على بعض بيدينا ايه؟ ريحة مختلفة. تمام؟ بشر الليمون
اللي عصرناه ده حطيناه هنا، هنحط الليمون كده، نحط بقى الايه البهارات بتاعتنا، بتاخد طبعا شوية بهارات محترمين. دي الجرام مسالة، خلطة البهارات الهندية الشهيرة، ودي بتتباع كده عند العطار اسمها جرام مسالة، كمون والكركم. بصوا ميكس الألوان، نجيب الزيت الفرن لازم يبقى سخن جدا، والزبادي وبلاش تشيلوا الزبادي من الوصفة، مهم جدا جدا. عايزة اجيب كمان شوية مية صغيرين، حبة صغيرين قوي يفكوا بس البهارات كده. احنا حاطين الزيت وحاطين الزبادي عشان يعملوا العجينة دي. اخر حاجة اللون، وزي ما قلتلكوا تقريبا ملوش طعم خالص، بس بيدينا الشكل المطلوب. يعني انا لبست احمر النهارده مخصوص عشان اللون ده لو طرطش ما يبانش بقى. يلا ادي الخلطه، ناقصها ملح كده، الفلفل الحار لو حابين تحطوها تقطعوه، مش حابين خلاص بلاش، تقطعوه رفيع قوي 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 او تدقوه مع التوم او تحطوا بداله شطه. سنه ميه كمان صغنونه، تمام جدا. هنجيب الصاج اللي هنشتغل فيه ونحط فيه كده الزيت كده كده كده. عايزين بقى تشتغلوا بايديكوا زي براحتكوا، انا بحب كده ايه اتبل الحاجه بايدي واطمن ان التتبيله وصلت في كل مكان كده. الناحيه التانيه ومن تحت الجلد كده، كمية كبيرة شوية من على الجلد، ونبتدي نرص الفراخ اللي بعده. خدوا بالكوا عشان خلطة الجرام مسالة برضو بيبقى فيها ملح، اي خلطات بتشتروها جاهزة لازم يبقى فيها ملح، فما تكتروش الملح في التتبيلة قوي. كل ما الوراك كانت صغيرة كل ما كانت احلى.
من كل الأماكن وناخد من الخلطة ونحط بزيادة هنا. اللي بعده الخلطة دي من كتر ما هي كتيرة وتوابلها كتيرة، خلطة تتبيلة قوية جدا جدا جدا، مش محتاجة انها تتبل، هي تقيلة قوي، فالفراخ هتاخد الطعم هتاخده، فما تقلقوش ما تعملوهاش من قبلها بكتير. معانا رحاب. يا رحاب ازيك؟ ازيك يا شيف؟ ازيك انت عامله ايه؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ايه الحلاوه دي كلها؟ شكرا يا حبيبه قلبي. ما شاء الله عليكي. تسلمي يا حبيبتي، انت اللي حلوه. ما لحقتش اكلم رحاب. حاولي تكلمينا تاني بليز. يلا هيبقى في مكان نحط الورك التاني؟ في صح؟ ان شاء الله. يلا وتتوغل داخل الفراخ التتبيلة. شكلها حلوة قوي، طعمها كمان هيعجبكم جدا. يعني نحط طبقة تانية. ايه؟ لا التتبيلة مهمة. ياسمين عمالة تقولي كفاية تتبيلة. اوكي ياسمين كفاية، يلا نشيل على قد ما نقدر بالراحة. نشيل ده كمان كده. الفرن شغال وعالي. نحط بقى قرنين فلفل أخضر. تمام، يتشوا كده مع القصة دي وندخلها على الفرن على طول. الفرن عالي على الاخر، نعلي الفرن على الاخر ونسيبه سخن وتدخل تاخد شوك بقى كده. بس كده نطلع فاصل. نطلع فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته خالص. فاصل وهنعمل ايه؟ قلت بقى احنا رايحين النهارده الهند ناكل تندوري، فاعمل حاجه لذيذه جدا 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 ولايقه قوي على التندوري. السموسه الهندي، اللي هي السمبوسه الهندي او السمبوسك الهندي، ايا كان بقى بتقولوا سمبوسه سمبوسك، هي اصلا في الهند بقى اسمها سموسه. سموسه انديان سموسه. اوكي، هي عباره عن ايه؟ عباره عن عجينه هنعملها دلوقتي، بس هنبتدي الاول بالحشوه بتاعتها عشان هنحشيها بطاطس. هم عندهم كذا حشوه، عندهم حشوه لحمه مفرومه وعندهم حشوه جبنه وعندهم حشوه بطاطس، اشهرهم وهم متميزين بيها قوي البطاطس، فعشان كده قلت ايه لطيفه ولذيذه وهتبقى برضو اقتصاديه، فاحنا عاملين فراخ مش هنعمل فراخ ونقوم عاملين كمان لحمه محشيه البطاطس السمبوسه محشيه لحمه، فنخلي الحشوه حشوه بطاطس، وبجد حلوه قوي قوي قوي، لازم تجربوها. اللي راحوا برضو المطاعم الهندي اكيد جربوها. عايزين ايه للحشوه بتاعه السمبوسك؟ محتاجين بطاطس مسلوقه، فايا كان بقى 2 3 على حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها، 2 فلفل اخضر حار مفروم، معلقه كبيره جنزبيل فريش، معلقه كبيره كزبره مفرومه، 3 فصوص ثوم، بصله كبيره مفرومه، كوبايه بسله ودي اختياري ممكن تشيلوها، عصير ليمون وبرده ده اختياري ممكن تشيلوه، انا شلته مش حباه،
وعندي زيت وعندي ربع كوباية كاجو برضو ممكن تشلوه، معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة، معلقة صغيرة كمون حب، نص معلقة كبيرة بهارات جراما سالا، معلقة صغيرة شطة، معلقة صغيرة كركم وملح. طيب نفس الفكرة، حاجات كتيرة على بعض عشان نعمل الحشوة بتاعة البطاطس. طيب في المطبخ الهندي بيستخدموا سمنة شبه السمنة البلدي بتاعتنا، بيستخدموا السمن البلدي بتاعهم، فعشان كده بستخدم دايما في الوصفات الهندي سمنة، سواء بقى بعمل تشيكن كاري، تشيكن كورما، اي حاجة، ما عدا طبعا اللي دخلت الفرن التندوري محتاجة زيت اكتر، مش محتاجة تبقى تقيلة اكتر من كده، فالوصفات التانية بستخدم فيها سمنة بلدي وبتبقى طعمها ممتاز. فهنحط كده سمنة على زيت دلوقتي، معلقة سمنة، وفعلا بتفرق جدا 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 في الطعم. الحشوة دي طعمها تحفة. أنا ليه عملتها الأول قبل ما أعمل العجينة؟ علشان محتاجة إن الحشوة تبرد. دايما لما نيجي نحشي معجنات حتى لو مستعجلين لازم تهدى شوية، تهدى وبعدين نحشي عشان نعرف نشتغل وما بوظلناش العجينة بتاعتنا. الحاجات كده بالترتيب اللي احنا هنحطها، الزيت والسمنة يبتدوا يتقطحوا، ننزل بالبصل، بعد البصل عندي الثوم والجنزبيل والفلفل الأخضر. طبعا الفلفل الأخضر الحراق، لو انتم مش حابين الحاجة حراقة فبلاش، اي حاجة بيبقى فيها وصفة فلفل أخضر حار اكيد اكيد لو احنا مش محتاجينه او ما بناكلش حراق بنشيلها عادي جدا من الوصفة. شوية الحاجات الحب دي ضرورية، ياريت 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 تبقى موجودة. هي ايه؟ هي اختيارية شوية، مثلا شوية شمر، شوية كمون حب، شوية كزبرة، يعني هتلاقوهم في طعم مختلف بسببهم بشكل كبير جدا. نقدر بقى نحط شويات كده من كل الحاجات دي، كزبرة، شمر، كمون، كراوية، وطبعا لما بتسخن ريحتها بتبقى أوضح وجميلة جدا، ومع الحشوة مش هتحسوا بطعمها، أو يعني مش هتيجي في البق فتضايقكم، هيبقى طعمها حلو قوي، وهي بعد كده بتبقى طرية وبتدخل جوه التفاصيل وما بتبانش بالصورة اللي احنا فاكرين ان هي هتبان. انا حطيت دلوقتي شوية الحبوب دي علشان تسخن والزيوت اللي فيها تطلع، البطاطس عندي مسلوقة زي ما انتوا شايفين كده ومتقطعة صغير جدا، بنقطعها الأول وبعدين بنسلقها. معانا سلمى، يا سلمى ازيك؟ ألو ألو، أهلا ألو. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك عايزة أعرف التتبيلة اللي أنت عملتيها، فيا ريت يعني لو تسيبها لنا شوية. التتبيلة بتاعت الفراخ صح؟ ايوه من عينيا. حاضر. ادي كده ابتدت الروايح تظهر، هنزل كمان بشويه من الجراما سالا كده، واسيب شويه كمان وشويه من البابريكا او الشطه زي ما تحبوا. المنيو نازل، شكرا. الروايح تبان، نقوم نازلين على طول بالثوم والجنزبيل. الثوم والجنزبيل على قد ما ريحتهم قوية على قد ما ريحتهم بتروح بسرعة وبيتحولوا، الطعم والريحة بتبقى حاجة تانية لو زودنا في تسويتهم قوي. فأول ما شم الريحة زي ما أنا شميت حالا، ننزل بالفلفل والبسلة
والبطاطس، وبعدين هكمل نزول بقية الحركات. عايزة بقى البطاطس كده تبتدي ايه؟ تتشرب من التتبيلة. يلا نحط بقى بقية البهارات، نحط الكركم كده كده، وعندنا كمان الكزبرة، وعندنا الكاجو لو حابين، مش حابين خلاص بنشيله. حشوة جميلة جدا جدا جدا، رشة ملح، ولو سلقين البطاطس بالملح ناخد بالنا، والبهارات بتبقى مملحة فناخد بالنا برضو، وحبة فلفل اسود. عايزة بقى احط شوية مية سخنين يدوبوا الطعم كده، يوضحوا بقى الطعم، تتشرب بقى منهم البطاطس من كل حاجة كده، كل حاجة مستوية وزي الفل، بس المية دي توضح طعم كل الحاجات على بعض. خلينا نلم الحاجات دي على ما تتشرب. نحط بقيه نحط شويه كمان من حبه البركه كده، ونلم اشياءنا. زي ما احنا شايفين كده البطاطس اتبلت كويس قوي واخدت من طعم كل حاجة، بس لازم زي ما قلتلكوا افضيها بقى عشان تبرد، وريحة الاكل الهندي بقت مفحفحة. نجيب طبق نفضي فيه الحشوة علشان تبرد خالص. يلا بينا، انا هفضي هنا كده علشان نطلع فاصل ونرجع نعمل العجينة، نوسع لها بس كده تبرد. بس كده نطلع فاصل ونرجع جري، ما تروحوش في اي حتة. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل العجينه بتاعه السموسه الهندي الاصليه، اللي هي العجينه بقى اللي بنعملها في البيت. احنا الحشوه دي نقدر نحشي بيها العجين اللي هو السموسه العاديه الشرايح اللي بتجينا في البيت، ما عنديش اي مشكله معاها، لكن احلى كتير 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 قوي لو عملنا العجينه السهله البسيطه جدا دي هنا في البيت. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه. هناخد الاول كده كميه الدقيق، ايا كانت كميه الدقيق هي ايه، بس هنقول ان احنا مش هنشتغل باقل من كوبايتين دقيق، يعني اكتر بس مش اقل، تمام؟ هي دي اقل كميه. وهبقى محتاجه معلقتين من السمنه او الزيت براحتكم، ممكن زيت، نحط كده معلقتين السمن، نزود سنه صغنونه. وايه، معلش انا لازم اشتغل بايدي عشان افرك بايدي، فمش هينفع نشتغل باي حاجه تانية. انا محتاجه السيدز، انا عماله افتكر محتاجه حبه البركه وشويه من الشمر او الكمون اليانسون، الكمون او اليانسون، بس يستحسن كمون صحيح. تمام، على ما نيجي بقى هنا يجيبوا لنا السيدز اللي هنحطها في الاخر، هنحط رشه الملح كده، تاخد طبعا سنة ملح زيادة يعني رشتين،
ونعمل كده، نفرك الدقيق بالسمن بالشكل ده، ملح ودقيق وسمن او زيت، بس نشرب كل الحاجات من بعض. كوبايتين الدقيق بياخدوا مني قد ايه ميه عشان نلم بقى العجينه بتاعتنا؟ تقريبا بياخدوا ربع كوبايه ميه. ميه ايه؟ ميه ساقعه، مش ميه دافيه، ميه ساقعه. ممكن ناخد اكتر من الربع كوبايه، ممكن مثلا ربع كوبايه ومعلقتين عشان تبقى تمام جدا معاكي، وممكن لا، ده بيبقى على حسب نوع الدقيق. كده مهمة قوي الحركة دي، معلش نهتم بيها، وناخد كل الدقيق اللي في الجناب ونحطه في النص ونشربه كده بالسمنة او بالزيت على حسب اشتغلتي بايه. طيب العجينة دي لو انا عايزة اشتغل بيها كعجينة سمبوسة عادية، احشيها اي حاجة، ما عنديش اي مشكلة خالص. نكلم مين؟ شمس. يا شمس ازيك؟ الو الو، عايزه اكلم سر الصنع. انا سر الصنع. انا سر الصنع. طيب. معاك يا فندم سر الصنع، اتفضلي. الو الو شمس، انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي قوي قوي. ايه تاني؟ قولي. كنت عايزه اسالك سؤال. اسالي يا حبيبتي. هو لو احنا عملنا البطاطس اللي انت بتعمليها، مش ممكن تتهرس معانا وما تبقاش بطاطس كده؟ عايزاها مهروسه؟ ما عنديش مشكله. لا مش عايزاها مهروسه، يعني عايزاها كده بس وانا بقلب ممكن تتهرس. ما هو احنا بقى لو سلقناها مش سلقه كامله، يعني قطعناها الاول، احنا التقطيع قبل السلق، تقطعي قبل السلق اوكي، وبعدين لما تلاقيها بقت خلاص عدى مثلا 7 دقايق غليه، شيليها على طول، هتبقى هي كده تمام، وصفيها بسرعه عشان ما تكملش سوا في الميه المغليه، هتبقى زي الفل. طيب ماشي ماشي يا حبيبتي، تمام. فين فين؟ اهو اهي. يلا نحط ايه بقى؟ ده اختياري. عايزين تحطوا حبه البركه، لذيذ، حبه شمر اوكي، حبه كمون حصى تمام جدا، ويا سلام بقى لو الكمون او الشمر واخدين تحميصه الاول اوكي. ريحه العجينه بقى بتبقى تجنن. تمام كده، كده كله بصوا بقى ايه عامله ازاي، مفروك وكله متشرب. حبه حبه هننزل بالميه ونلم العجينه، ميه ساقعه. بحط الميه واحده واحده، عارفه بنبقى مستعجلين في البيت على النتيجه، واحده واحده عشان اعرف بعد كده هحط ميه قد ايه. يعني حبه الميه اللي انا حطيتهم في الاول بصوا لموا قد ايه من العجينه، لموا كتير، فمش هنكتر الميه. تتجمع كده في ايدي وتطرى، هيبقى تمام، عشان لو قعدنا نحط في ميه ودقيق وميه ودقيق الدنيا بتبوظ خالص خالص خالص. واحده واحده هنجمع كل العجينه كده. واخدين بالنا بقى احنا ان العجينه دي ولا فيها خميره ولا بيكنج باودر ولا بيكنج صودا، مفيهاش اي حاجه. هتبقى ناشفه معايا واحده واحده، بالصبر هتلم، ولما تعوز معلقه ميه زياده عشان اطريها هديها معلقه الميه دي، بس انا بحط الميه بالراحه بالراحه، جمعها في ايدي بالراحه.
حبه ميه كمان. انا حاسه بقى ان بق الميه الاخراني ده كتر كمان، بس يلا. ندخل كده شويه الميه في العجين في الدقيق، ونلم كده كل اللي هنا ده كده. عجينه ناشفه شويه، مش من العجين الطريه، واحنا مش عايزينها تبقى طريه بزياده. طب هتطرى امتى؟ هتطرى لما سيبها ترتاح، لان هي مش هنسيبها تخمر لان هي ما فيهاش خميره، بس هتبقى محتاجه ترتاح. ترتاح بقى قد ايه؟ اقل حاجه خالص ربع ساعه. شيل شعري بس كده. واحسن حاجه نص ساعه، يعني يبقى عملت الصح نص ساعه. ان شاء الله. هبص عليه ثانيه واحده. لسه تمام. فلو انا مستعجله ربع ساعه يبقى كفايه. يبقى كفايه، مفيش مشكله. ممكن احط الطبق ده هنا ولا بلاش؟ ناخد رشه دقيق كده عشان ايه، اديها عجنتين بقى ثلاثه كده هنا كده بإيدي. تمام، لمت العجينة وبقت زي الفل، مش عجينة طرية بس حلوة. بعد شوية هتلاقوا العجينة دي طريت، لما ارتاحت بقى كده والجلوتين اشتغل اللي في الدقيق بس. بصوا نلفها بقى بأي حاجة. لازم عشان ما تنشفش نلف العجينة دي كده كويس قوي ونسيبها ترتاح. تمام، هاجي بقى هنا. انا عندي واحدة مثلا تانية اهي، بس دي معمولة من غير الحبوب، من غير اي حبوب. المفروض ان انا اقطعها دوائر واسيبها ترتاح تاني، يعني اروح عامله كده واجي هنا كده اقوم عامله كده كده اهو، واقوم جايبه كل الكلام ده كله واقطعه اجمعه كده زي ما بنعمل البيتزا دواير دواير. اوكي حاضر. طيب وبعدين تحبوا وبعدين دلوقتي ولا وبعدين بعد الفاصل؟ خلينا وبعدين دلوقتي احسن. طيب عملناها كلها بالشكل ده، اوكي. هنيجي بقى هنا اوكي للكور دي. لما فردتها انا المفروض اسيبها شويه، عاملاها كور كده لمده قد ايه؟ بس 5 دقايق. تفضل كور 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 كده، وبعدين الكور دي بعد ما تبقى ال5 دقايق عدوا هاجي هنا واخد الكوره وافردها. فين النشابه؟ حاضر. ممكن نشابه؟ لا. اوكي يلا. دي كده كاني فردت الكوره دي بالظبط، بس اهم حاجه ان انا وانا بفرد الكوره دي اني ارققها على قد ما اقدر، لازم تبقى رقيقه على قد ما نقدر. فنرققها تاني كده مع بعض، نعمل كده
على الناحية التانية نعمل كده تاني. طيب عندنا لفتين سهلين ولطاف جدا جدا جدا. ايه اللفتين؟ اللفة الأولانية ان انا اعمل كده واقوم جاية هنا عاملة كده وكده، اوكي، اربط الاتنين دول ببعض، بس لازم ايدي تبقى فيها مية. حط مية هنا كده، ايدي فيها مية هنا عشان الزق الاتنين دول في بعض. نعملها كده، ندخل ده هنا، انتوا شايفيني صح؟ شايفيني. نقفل كويس ونضغط كويس جدا وايدينا فيها المية، تمام. عملنا هنا زي قرطاس كده، نحشي بقى. نحشي بإيه؟ حاضر، ثانية واحدة. ناخد بقى من الحشوة ونحشي كده. عندي حشوة كمان، طريقة كمان، ونقوم قافلين ده كده 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 كده. تمام، وايدي من هنا بس نبل ايدينا ونعمل كده. دي كده حشو. مثلثات كده. الطريقة التانية هعمل كده. احنا لازم نطلع حالا. طيب شو يعني لو طلعنا فاصل بقى خلاص. هنعملها كده برضو زي القرطاس. احنا كده عملنا ايه؟ صغير، حجم اصغر. هنعمل كده كده، حجم اصغر بكتير، وناخد من الحشوة القليل عشان هي صغيرة قوي. وناخد دي نقفل بيها كده، فنعمل الشكل ده. حاضر حاضر. هنطلع فاصل ونرجع جري اوريكوا تاني، هوريكوا ازاي قفلناها. حاضر. يلا. خلصت وقليت شوية كمان علشان ايه؟ تبقوا شايفين قدامي الشكل هيبقى عامل ازاي. الزيت ما يبقاش ولا سخن قوي ولا بارد قوي، يعني ايه نطمن كده انه سخن يبقى تمام. انا بس بفرد العجينة هنا وعايزة اطلع اللي في الفرن عشان خلاص التندوري تمام. نشيل دي كمان كده، ممكن او نشيلها خالص. اه تمام، يلا بينا. زي الفل. فحمية كمان وتبقى لذيذة قوي. لو حطيته فحمية كده تديها ريحة الشوي هتبقى حلوة قوي قوي. كنت عايزة أوريكم التقطيعة التانية علشان انتوا ما شفتوهاش، او الشكل التانية. انا بحاول ايه افرد دي على قد ما اقدر. رؤية على قد ما اقدر، من النص كده وكده، ومن النص كده وكده. ناخد كده في الجنب. كبيرة مثلا كده عشان اوريكم على كبير، الشكل يبقى على كبير. الشكل التاني هو ده، هعمل كده نفس القرطاس بس لازم ايدي تتبل مية. كده 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 تمام. هحط الحشوة
بالشكل ده، واقوم جايبه اللي هنا دي، انا هقفل كويس من هنا، واقوم جايبه اللي هنا دي قافله كده، واقفل الشكل ده كده بالميه، لازم ما ننساش. نضغط كويس عشان هي لما بتفتح بتفتح من هنا، هي دي الاماكن اللي هي بتفتح منها. ده الشكل اللي انا بحبه الحقيقة. نضغط كويس جدا، نشوف اللي هنا اخبارها ايه. خدت لون. بحاول اقفلها بس هي ايه العجينه دي اللي هي ما ارتحتش، فخلينا نحاول نقليها سريعا ونبقى خلصنا السمبوسك. هنقدمهم ازاي يا ولاد؟ نحط كده التندوري هنا، الفراخ مثلا ممكن نحط على الرز، الشكل ده نبص هنا نشوف ايه الاخبار. لونها تمام جدا، وهي العجينه كمان بتبقى ناشفه مش طريه خالص. زي الفل كفايه كده، عيشوا حياتكم بقى انتوا في البيت، عندكم وقت وتفاصيل براحتكم. نحط الفراخ على رز ابيض كده، بصل مقرمش كده، شوية زبيب، كاجو متحمص، وكزبرة أكيد علشان الكزبرة والأكل الهندي صحاب. والبصل المقرمش ده يبقى طعمه تحفة. تشيكن تندوري دي هتدوقوها وهتحسوا إنها أحلى من اللي بتاكلوها في المطاعم بكتير. ناخد الطبق بقى اللي هنقدم فيه ال راح فين؟ كده ممكن نحط مثلا هنا الاول الوراك دي كده، ناخد السموسة ونلملم بقى حوالينا كل اللي احنا عملناه ده.
في صوصات بقى هندي كتير 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 بتتقدم جنب السموسة، سواء بقى اللي بتمر، اللي بالتمر الهندي، واللي بالمانجا، واللي بالفلفل الحراق، وطبعا الرايتة. والشكلين التانيين اهم، دي الشكل التالت نحط ده هنا كده. نلملم برضو الأشياء، حط شوية من الزبيب كده، وهنبقى خلصنا. حالاً ألم بس كمية الحاجات المبعترة هنا دي. والحشوة اللي عايزة برضو أقدمها هنا، خليها عشان تبقى مع الأكل. عملنا إيه النهاردة؟ يلا اهو. عملنا ايه النهارده؟ عملنا سموسه هندي بحشوه بطاطس حلوه قوي، وعملنا كمان الفراخ التندوري بتتبيله التندوري الشهيه الملونه اللي لونها يفتح النفس الحقيقه. طيب مبسوطه جدا 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 كالعاده بحلقه النهارده، اتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتوا واستفدتوا واتسليتوا. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا، انستجرام، فيسبوك، ويوتيوب، وصفحتي الشخصيه دعاء السمنودي بالعربي والانجليزي. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله. باي باي.